جون بولتون شخصية سياسية أمريكية تثير جدلا، فبولتون معروف بأنه ضمن السياسيين الصقريين. سطع نجمه خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ولدوره في الحروب التي خاضتها هذه الإدارة. وللحديث أكثر حول هذه الشخصية تنضم إلي هنا الزميلة الصحفية إكرام حجرات. إكرام، هذا الاسم جون بولتون بمجرد أن يلفظ أو يذكره أحد يثير نوع من الرهبة هنا، لماذا؟ صحيح، جون بولتون الدبلوماسي الأمريكي أحد صقور الحزب الجمهوري المتشددين، صاحب الشخصية المثيرة للجدل والذي استقيل في الآونة الأخيرة. هو صاحب مقولة أن القصف هو السبيل الوحيد لإيقاف. ماذا تقصدين بكلمة استقيل؟ هي دمج بين استقال وأقيل، ليس كذلك؟ نملك سيناريوهات اثنين، إقالتي بحسب سيناريو دونالد ترامب، واستقالتي بحسب السيناريو الخاص به بجون بولتون. أثارت أيضا جدلا أمريكيا ودوليا، والموقف الشائع يرجح سيناريو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أقاله، وذلك للحفاظ على سياسة الرئيس دونالد ترامب المعروفة بالانسحابات، نهج الانسحابات، مخالفا ما نعرفه عن سياسة جون بولتون، وهو مهاجمة واستعمال الحل العسكري الأمريكي لإنهاء النزاعات في مناطق التوتر في سوريا، في ليبيا، في إيران، وفي فنزويلا أيضا. شهدنا مواقف وسمعنا مواقف مثيرة للجدل أيضا من جون بولتون، وهو آخر منصب تولاه كان مستشار الأمن القومي الأمريكي وأعلى منصب أمني في الولايات المتحدة. ارتبط اسم جون بولتون باجتياح العراق وغيره من قرارات سياسية متشددة خارجية، لذلك الاستقالة أو الإقالة أيضا أثارت هذا الجدل. معروف أن حتى أن ترامب قال ذات مرة بأنه لو ترك وأطلق العنان لجون بولتون لكان خاضع الحروب الآن في إيران وأكثر من جبهة ولتورط في هذه الجبهات. صحيح، ذاته أو استقالته كما ذكرنا مسبقا مهدت لها الصحف الأمريكية، فشهدنا تصريحات للرئيس دونالد ترامب وأيضا مواقف للرئيس دونالد ترامب بعدم إشراك جون بولتون في عدة محادثات مع طالبان، كمحادثات مع طالبان وأفغانستان. صحيح، وخاصة بأن دونالد ترامب ووزير الخارجية يحاولان حلحلة الموضوع في الجانب الإيراني، فلربما استقالته أو إقالته من المنصب تمهد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الإيراني روحاني. وهناك أيضا إكرام من يقول بأن عمليا ترامب هو لا يريد الحلحلة، وإنما هذه تأتي ضمن سلسلة من الإقالات والتغيرات في إدارته، فشهدنا وزراء خارجية ووزراء دفاع يتغيرون، وهو عمليا ربما يلصق بهم هنا تهمة الفشل في ملفاته الخارجية. لربما، ولربما أيضا نسمع السيناريو الثاني للشارع الأمريكي بأن سياسة دونالد ترامب معروفة كما ذكرنا مسبقا بالانسحابات، ونحن نعلم أن أمريكا مقبلة على انتخابات في العام المقبل، وهذا يضغط على الرئيس الأمريكي في جذب صوت الناخب الأمريكي والمحافظة على نهجه السياسي المعروف بالانسحابات. لذلك لربما الإقالات في المناصب الحساسة والأمنية في أمريكا هي أحد الوسائل المستخدمة في الحملة الخاصة في دونالد ترامب للانتخابات المقبلة. نعم، نكتفي بهذا القدر. الزميلة الصحفية إكرام حجرات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.